وزير الطاقة يتخوف من الملأ الثاني في نقص الكهرباء، تعليقك بسرعة. والله نحن أكثر قلقاً، نحن قلقون مرتين، نحن قلقون لما يمكن أن يحدث، وقلقون لأن الوزير قلق، لأنه يفترض أنه الوزير لديه البدائل التي ينبغي أن يطرحها ويناقشها للوصول إلى حلول. كيف تنظر لمشكلة الكهرباء بصورة عامة؟ هي مشكلة الكهرباء طبعاً هي مشكلة متوارثة، يجب أن نعترف بذلك، لأن واحدة من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبها نظام الإنقاذ هي تجاهل التوليد الحراري، بل وللأسف يعني إهمال متعمد، أنا ماذا أقول تحطيم، لكن إهمال متعمد للمحطات الحرارية التي كانت دائما ما تقوم مقام البديل في أيام التحاريق، عندما ينخفض الفيضان تتولى المحطات الحرارية، معظم هذه المحطات الحرارية الآن هي خارج الخدمة، معظمها متوقفة لأعطال بسيطة جدا، يعني أنا آخر مرة سمعت أنه محطة أم دباكر افتكر تحتاج واحدة من الماكينات تحتاج $10,000 فقط، ظلت متوقفة لعدد من الـ من الـ من الأشهر يعني. إذن محتاجين لجدية أكثر في التعامل مع تأمين وتطوير التوليد الحراري وزيادته إن دعا الأمر، أيضا الكلام الكثير عن الطاقة الشمسية والاستفادة صحيح. منها وتوظيفها، ينبغي أن تكون الدولة أكثر جدية في الاتجاه نحو صيانة المحطات وإيجاد بدائل للطاقة يعني.